تتكرر مأساة ومعاناة الكثير من الأسر النازحة بمخيمات النزوح بمحافظة الضالع، فمعظم تلك الأسر تعيش في خيام لا تقوى على تحمل الرياح والأمطار. من بين هذه الأسر أسرة المواطنة النازحة إلهام عبده، حيث أصبحت أسرتها بلا مأوى، وإلى جانبها العديد من الأسر النازحة في مخيمات النزوح بمناطق عدة بالضالع وقعطبة، بعد أن تعرضت خيامهم للتدمير بسبب الأمطار. مش حاجة، لا بيت لا مأوى لا لبس لا أكل لا شرب. حتى عمارة أنا خارج البيت. المطار حرقهاني أنا أسرتي عيالي داخل عن فلتنا بخيمة فوقهم، وإحنا نازحين من شمير. وحالتنا شوفوا حكى حتى حالتنا. السل ذا سحبه وعيتنا. أضرار كبيرة في مخيمات النازحين في مناطق باقة وعسقة وحبير الثعالبة والمدهور والجمروك بمديرية الضالع، وكذلك في مخيمات سهدة والأمن المركزي وما جاورها ومريس والصدرين ونقيل الشاهين بمديرية قعطبة. تنوعت تلك الأضرار ما بين أضرار في المأوى وأخرى في جوانب الأغذية والأثاث والملابس لمئات الحالات من تلك الأسر النازحة. هذا نحن من منطقة البرح شمير، وهذا المطر شوف كيف لعبنا، ونحن نحتاج مخيمات، نحتاج طرابين، نحتاج أشياء. هذا يرضي من سلاح بالله، حمامات وأي شيء. أنقذوا الناس، هذه الذي غرق أم بالمطر، هذه بيت هناك بيت. المطر بعطت الخيام وخسع الكنابل، ورقدنا وسط البرد ما فيش حتى الدقيق حقنا، خسع السكر والكنابل وماشي معنا حتى حاجة رقدنا بها وسط البرد أمس. تتفاقم معاناة النازحين بمحافظة الضالع يوما بعد يوم، فإلى جانب مشكلة الإيواء خلال موسم الأمطار وخلال فصل الشتاء أيضا، توجد أيضا مشاكل أخرى تعيشها تلك الأسر النازحة، من أبرزها الظروف المعيشية والصحية والنفسية السيئة وغياب الكثير من الخدمات الضرورية في ظل تدخلات محدودة وموسمية للمنظمات الإنسانية والدولية والمحلية المعنية بقضايا ومشاكل النازحين. أمطار خير وبركة ونعمة تحولت في معظم مخيمات النازحين بالضالع إلى نقمة بسبب تدمير وتهاتك معظم الخيام التي تقطن مئات الأسر النازحة بالضالع. من مخيم سهدة للنازحين، محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم، الضالع.